والله حلوه شقة عم فكري دي يا اخي. وده ايه ده يا دي؟ ده اسمه كمبيوتر يا خالي. ما رضيتش عليا يعني، بقول لك ده ايه يا اخو؟ ده اسمه كمبيوتر. هو اسمه كمبيوتر. هو اشتغل دلوقتي هتشوف. يا ترى عم فكري انت بس، انت ايه اللي خلاك بس ساكت لحد دلوقتي لما خلاص رجليك جت في المنص؟ تصدق عنده وصلة نت يا خالي؟ يعني ايه الحل دي؟ يعني اصعب يعني، هل قصده يعني هو يقول لك ايه منين وعنده مثلا قرد عايز يوصى عليه؟ ده عنده كمان اكونت على السكايب يا خالي. بقول لك يا خالي، عم فكري ده شكله حكايه. يا سلام. للاسف يا خالي ما عندوش غير كونتاكت واحد، بنت اسمها، استنى هطلبها. الله ايه يا عز؟ ايه هو خلاص عمال تيري بك. انت مش شايفني انا سرحان في القضيه بتاعت عم سلطان؟ طب اعمل ايه في ساعتك انا؟ انت ما بتسيبش خالص يا هادي، عملت لي صباع نفسي. حقك انا يا ناس، انا هروح اذاكر مع اصحابي وريحك مني. ريحني مني وانت خلاص قاعد في بطني، هتريحني منك؟ وشكرا على فلوس الكتب. العافيه وسخ. يا سلام، انك عندها تونتك. دي مسكونة ولا ايه؟ انت انا بص لي هنا، قرب هنا، تعالى اهو. لا يا ساتر يا رب، ابعد وشك بليز. انا اميرة. انت مين؟ انا فتح. يوه، واضح ان عندك عيب في النطق وهتضيع لي وقتي في التقطقه. لا خلاص، لا اصلا عايز اقول لك ان انا مفيش وقت للرغي. عم سلطان فين؟ عم سلطان في الجحيم. يوه، يبقى ما قداميش حل غيرك. بص بقى، اللي هقوله لك ده تقوله لعم سلطان بالحرف، وهو عارف هيعمل ايه. بس انت دخلتي هنا ازاي؟ ده الخط ده عندي ولا عندك؟ دول وصلوا. وصلوا مين؟ انت كاسيوس ده؟ خد الرقم ده عندك، سجله ودي لعم سلطان. انت كاسيوس ده طيب؟ قول له ان الورق والامانه في الامان. اوكي؟ مع ايمان. انت مالك؟ قول له كده خلاص. خلاص انا هقوله خلاص. 012 01 012 01 7 7 7 6 7 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
شايف الخلقه دي؟ ايوه شايفها شايفها. ممكن تدور وشك؟ ايوه دور وشك ناحية التانية. ممكن تبص لي؟ قرب لي شويه. ايوه حلو. حفظت وشه؟ صم. الصور دي اللي هستلمها امتى؟ انت بقى الهيرو بتاعها. انا هنجيبك وانا هنلاقك وهنفخك. كابيتو؟ هي وصلت لكاتاكيتو؟ هي وصلت لكاتاكيتو؟ انت فين يا خالي؟ انت فين يا خالي؟ يا هادي تعال انا هنا يا هادي. ايه ده يا خالي؟ انا هنا في الحظيره. قاعد بتعمل ايه هنا؟ تعال خش. اخش فين بس؟ اطلع انت. خش يا هادي تعال ادخل يا هادي. انا بتصرخ بره. ادخل جوه يا رب. انا خلاص خلاص طلعت يا هادي. طلعت خلاص. يا خسارتك يا جدع. ده انا اللي ما كانش في حد يقدر يثبت ان انا حي. ده كان فاضل لي يومين وصورتي تختفي من مرايه تضرب كوره. طب اهدى بس يا خالي. مش يمكن يا خالي اللي انت حكيته لي في التليفون ده اشتغاله من واحد بيستظرف؟ بقول لك البنت كلمتني في السياسه في التلفزيون مبطط وقالت لي على اسم عم فكر الحقيقي سلطان الدهسوري. وبعدين الراجل قال لي ايه؟ فاخنج كاتاكيتو. وحاجه ثانيه مكتوب بقول لك عليها. قول. قال لي هنفخك. خيالك هيتنفخ يا هادي. طب روق يا خالي روق. انا خايف يا هادي قوي. بص يا خالي ده جوجل ايرث. ايه جوجل ايرث ده؟ انت بتكلمني على اساس ان انا مهندس اسانسيرات. انا كل اللي اعرفه انكر كليك. حلو قوي. هننكر كليك. دي مصر من فوق. عظيمة يا مصر. انكر بقى كليك يا خالي. ودي مصر من تحت. إن لله وإن إليه راجعون. اللي أنا عايز أقوله إيه يا خالي؟ إن الدنيا اتطورت. اتنورت. والتكنولوجيا
بقت سهله. اه والناس دي معاها الصوره بتاعتك. معاها الصوره؟ اه معاها الصوره خلاص. يبقى مفيش فايده من الهرب. مفيش فايده من الهرم؟ من الهرب. انت عارف ايه الحل اللي قدامنا؟ بس ان احنا هنوصل للفلوس والورق قبل ما الناس دي توصلك. صدق صح. فهمت ولا بتهاودني؟ لا والله مظبوط. انا اصريت ان انت تكون متعلم. ابوك كان عايز يطلعك فران. فران؟ او المصحف كان عايز يطلعك فران. انا رحت واقف له بالمحترم قلت له عايز بس فيكس. طب هاتي خالي النمره. نمره مين؟ نمره ايه ايه؟ اميره خالي اللي اديتك النمره دلوقتي. اه امينه. اميره امينه اميره. اصبر وما اصبر. اتفضل. 01 كده يا خالي. النمره دي ناقصه بس. يبقى هي لما دخلوا عليها وسحلوها بقى وقعدوا يضربوا فيها وقعدت تصرخ هي وهي ما استطاعتش ان هي تديني بقيه الحاجات. يبقى الرقم اللي ناقص ده في اخر النمره. اه انت عارف ده معناه ايه؟ ان احنا ما قدمناش غير نظريه الاحتمالات. ايه الاحتمالات دي؟ الرقم اللي ناقص ده هيخلينا نطلب 10 نمر مختلفين وفي كل رقم هنجرب مره، يعني هنقعد نجرب من 0 لـ9 في اخر النمره لحد ما نلاقي النمره اللي احنا عايزينها. ايه هذا كلام الكفار ده؟ ايه كلامكم؟ استغفر ربنا يا اخي. ايه يا هادي؟ الله في علم بس في ايمان. انت فاهم انا بقول ايه؟ وهو كذلك. تقول حاجه ثانيه يا فندم؟ لا لا هروح انت. يلا حبيبي يا شيف عشان تفطر. انا جايزك تفطر معانا. بتهبل؟ البيت دي خساره فيها اللقمه. لغ انت. لو سمحت حضرتك. نعم. هو حضرتك تلاجة الميتين؟ تلاجة ايه يا جدعان؟ طب هو فين عم فكري؟ معرفش حد من اسمه. وحدو مفكري؟ عم فكري؟ ساكن هنا؟ بتطبخوا العيانين ولا ايه يا حضرتك؟ سلام عليك. انا رحت لك الاسم قالوا لي ان انت نقلت على المستشفى هنا. ايه اللي حصل لك يا ابو فكري؟ اصيل يا تتا. لو ايه راجل، لو كان عندي ابن ما كانش عمل معايا اللي انت عملته ده. بص كده يا عم فكري. ايه ده بس كده؟ قلت كده خالص. ايه ده؟ خاطر المتنفس الصناعي. خاطر في تنفس دلوقتي خلاص. ايه خالص. مثلا انا طلعت لي اميره في قناه النت وديت رقم تليفون. بص بس هو ناقص رقم. ايه بقى الرقم ده؟ لان هو بادئ 01. ها زير اجيب لك الف والمكسرات. انت فكري الله اكبر يا ناس. بس اغير لك ايه؟ طيب عم فكري النمرة كام؟ انت ايه اللي انت بتعمله ده؟ النمرة كام؟ والبتاع ده بيعمل ايه؟ تقرير رسمي ماضي عليه اكبر دكتور عصبية ونفسية وبيقول ان الاستاذة اميرة غير مسؤولة عن تصرفاتها. يا ابن الايه يا شريف؟ برافو عليك. عرفت تجيب التقرير ده ازاي؟ بدفتر شيكات طبعا. دفتر الشيكات اللي هنا مع زي يكون بدون رصيد. مين اللي قال كده؟ يا شيف انا عمري ما فكرت ولا هفكر اذيب. انك ما تقدريش. عارفه ليه؟ لان بالتقرير اللي معايا دوت من بكره الصبح هتشرف في مستشفى المجانين. يا مجنونه. حرام عليك يا شريف. هو في ولاد عم يعملوا ببنت عمهم اللي انت بتعمله فيا ده؟ في بنت عم تخطط عشان تسلم ورث ابونا لخدامنا سلطان؟ قال ايه؟ عشان ترجع الحق لاصحابه.
احنا اصحاب الحق ده، احنا بشوات وهنفضل طول عمرنا بشوات. انا بحذرك يا اميره، ما تمتحنيش صبري كتير. اخر مره اقولها لك، الورق فين؟ بدل الوش الحلو ده اشوهه. يا ويلي من الدنيا يا عيني على الناس، يا ويلي من اللي شفته. هي الفرصه بتيجي مره واحده بس في الاسبوع، الفرصه بتيجي واحده بس في الاسبوع. ما قلت لك يا خالي، هي نظريه الاحتمالات. يا عم بلا حمالات بلا لبسه يا هادي، يا ناقص اعرف على الصبح. والله لازم نجربها يا راجل، بلا فسخ بقى خلاص. وبعد كده استحمل يا خالي، دول 2 مليون جنيه. تصدق معاك حق، 2 مليون جنيه برضك يعني الواحد لو حولهم يعملوا 67 دولار. هتفرق برضه حياه البني ادم انت، بس لو تفوق يا عم فكري. انما خلاص عم فكري معلقين له الحاجات، مات شكله كده، مات تنيكي اكلينيكي. هو مات ايه بيسموه؟ مات ايه اسمها؟ مات كلينيكيا. كلينيكيا مات كلينيكيا. طب ممكن تديني تليفونك اجرب بس مره؟ حاضر.